بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي محمد الصادق الوعد الأمين. أنا الأستاذ المساعد الدكتور مازن عبد الرحمن الهيثي، أستاذ جغرافية المدن، مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة الأنبار. محاضرة اليوم هي المحاضرة 13 في العلاقة بين المدينة والإقليم وطرق التحديد، وهي ضمن مفردات منهج جغرافية المدن التي تستهدف المرحلة الثالثة في كلية التربية الإنسانية وكلية تربية البنات في عموم العراق. اليوم محاضرتنا إن شاء الله عن مفهوم الإقليم. يعد موضوع الإقليم من المواضيع ذات الأهمية القصوى من الناحية التطبيقية، فهو أحد عنصرين في جغرافية المدن يدخلان بصورة مباشرة في الجغرافية التطبيقية. فكما ترتبط دراسة تركيب المدينة الداخلية ارتباط وثيق بتخطيط المدن، فكذلك يرتبط إقليم المدينة والإقليمية بتخطيط الإقليم. ولتزايد هذه الأهمية، فقد شاع استعمال هذا المصطلح من قبل كثير من الباحثين في مجالات متعددة، ولا سيما في الربع الأخير من القرن العشرين، والذي ظهر في كتابات وبحوث عديدة رغم اختلاف وجهات النظر في المعنى الحقيقي للإقليم. وهو في كل ذلك يمكن أن يعرف بأبسط مفاهيمه على أنه حيز مساحي له معالم شخصيتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يمكن توظيفها لممارسة وتحقيق أهداف تنموية معينة. الإقليم وأهميته كدراسة مستقلة بات جدا مهم في ضمن اختصاصات جغرافية المدن، بعدما كان تركيب المدن الداخلية والوظائف التي تقوم فيها المدن بكل الفعاليات والأنشطة أصبح لهذا الموضوع موضوع آخر مجاور له في الأهمية، وهو إقليم المدينة والإقليمية. ولهذه الأهمية ظهر كثير من العلماء والمختصين في هذا المجال من خلال دراساتهم وأبحاثهم لتأكيد تلك الأهمية. فقد عرفه الدكتور توني يوسف على أنه منطقة من سطح الأرض تتميز عن ما يجاورها من المناطق بظاهرة أو مجموعة من الظواهر أو الخصائص معينة تبرز وحدتها أو شخصيتها. كما وعرفه الدكتور فؤاد على أنه مكان محدد أو قطعة متميزة من الأرض ولا تعني شيء آخر خلاف ذلك، وأن هذا التمييز أو هذه الصفة أو الصفات التي تتوفر في تلك الرقعة من الأرض تعطي مفهوما خاصا للأقاليم يربط أجزاء الإقليم مع بعضها ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سكان الإقليم ومميزاتهم، وينعكس على أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. إذن الدكتور توني قال بأنه منطقة من سطح الأرض تتميز بخصائص طبيعية وبشرية عما يجاورها من المناطق الأخرى، وبالتالي مثلا نقول إقليم الجبال أكيد يتراءى لنا ويتضح لنا أن هذا الإقليم يتميز بوجود سلسلة من الجبال بأعداد كبيرة وهيئات وأشكال متنوعة. مثال آخر، الإقليم الصحراوي يتميز بأراضي واسعة شاسعة كبيرة منفتحة صحراوية جرداء بكل صفات البيئة الصحراوية. إقليم سهول يتضح لنا بأن هذا المكان أو هذا الإقليم يتميز بوجود الأراضي المنبسطة سهلة الحركة والتنقل، وبالتالي فإن هذه المنطقة تميز عن غيرها وما يجاورها من المناطق الأخرى بالصفات والخصائص الخاصة بها. أما دكتور فؤاد قال بأنه هو مكان محدد أو قطعة لا تعني شيء آخر، أنه مكان أو جزء مكان من المكان واسع يتميز بصفات خاصة. وهنا دخل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعمراني وغيره. قال بأنه مثلا بأن منطقة الإقليم مثلا إقليم تجارة الجملة يتميز بوجود مؤسسات تعمل ببيع السلع والبضائع بنظام الجملة. إقليم آخر أو منطقة معينة أخرى تجارة الجو المفرد أو المفرق
هذا الإقليم يتميز بوجود مؤسسات تبيع سلع مفرقة أو مفردة في المكان، أو أن يكون إقليم آخر يتميز بأنه سياحي بوجود مؤسسات سياحية للأصطياف للترفيه للترويع، وجود القاعات الخاصة وصالات الخاصة بالسياحة والترفيه للسكان. نعم، أسس تحديد إقليم المدينة. بعد أن فهمنا مفهوم المدينة وأهميته كدراسة مستقلة اليوم، وبعد أن عرفنا أن له تعريف أو مفهوم خاص به، نلجأ اليوم إلى أسس تحديد إقليم المدينة. إن أمر تحديد حدود إقليم ما أمر يفوق في تعقيده مهمة وضع الحدود الإدارية، إذ إن تحديد الإقليم يعتمد بالضرورة على تحديد نطاق توزيع سلسلة من أوجه الأنشطة المختلفة. وفي هذا يتطلب الأمر إدراك دور المدينة الوظيفي المحلي في اجتذاب الإقليم قبل الدور الوظيفي الإقليمي له. هذا يقودنا إلى بديهية ثابتة أن تنوع الوظائف ومدى تركزها في المكان يعطي تصور حول سعة الإقليم بصورة عامة. لذا نجد حدود الإقليم من حيث التأثير تختلف من وظيفة لأخرى دون تجاهل. إن بعض الوظائف تنطبق بصورة متساوية مكونة طبقات إلى حد ما، وبهذا تعد أولى خطوات تحديد الإطار المكاني للإقليم أو ما يعرف بمجال التأثير الحضري للمدينة، على اعتبار أن المدن مراكز لتوفر فرص العمل في التجارة والصناعة والنقل، فضلا عن أنها مراكز لتوفر الخدمات الحضرية التعليمية والصحية والترفيهية والدينية إلى آخره من الخدمات الأخرى. إن أمر تحديد أبدا الإقليم أمر معقد جدا، لا نستطيع أبدا أن نضع حد كالحدود الإدارية، لأن نقول هذا حدود إقليم تجارة المفرد، هذا حدود إقليم تجارة الجملة. هذا يأتي من خلال التداخل في استعمالات الأرض والخدمات المتوفرة في المكان. فبعض الأقاليم تستند على وجود خدمة معينة وخدمة ثانية مرافقة لها، كوجود الخدمات السياحية، إقليم متخصص بالخدمات السياحية والخدمات المرافقة لها تجارية. لا يمكن أبدا أن نضع حد فاصل، ولا سيما في المدن المعقدة في التركيب، وهي بذلك تجعل من هذه الوظائف إقليم خاص بها، ويمكن تحديد هذا الإقليم بمقياس واحد، ومن الممكن تحديده بصورة مقاييس حسب ما تتطلبه وتهدف إليه الدراسة. كلما تعددت تلك الأسس والوظائف كان أمر تحديد الإقليم أصدق، على الرغم من أن تشابه وتقاطع وتساوي وتباعد وانطباق واقتراب وتباعد التأثير حسب الوظائف الموجودة في المكان وفق شروط الدراسة التي تفرض معرفة مدى التجانس في الاستفادة من المسافة والوقت، للكشف عن ماذا؟ للكشف عن التأثير المتبادل ما بين تقديم الخدمات والوظائف داخل المكان. نعم، تحديد الإقليم. لأجل تحديد الإقليم بصورة علمية ميدانية دون نوع، سواء كان من حيث الوظيفة التي تقوم بها المدينة أو عدد الخدمات ودورها وأهميتها، لا بد من دراسة أولية وأساسية يمكن تمثيلها بأربع نقاط، أبرزها مواقع المستفيدين من الخدمات، أماكن تواجدهم سكنهم. ثانيا، المسافة البعد الواجب قطعها للسكان المترددين من مكان تواجدهم وسكان الأصلي إلى الأماكن المسافرين إليها. نعم، ثالثا، مواقع المؤسسات الخدمية المستفاد منها من قبل السكان. رابعا، الوقت المستغرق للوصول ضمن ما يعرف بالوقت المريح. وهذا لا هذا يمكن الاستدلال عليه من خلال الدراسة الميدانية التي تزود مرحلة البحث بأحدث النتائج عبر استمارة استبيان يمكن عدها بصورة علمية للحصول على بيانات متسلسلة. إذن لأجل أن نحدد الإقليم بصورة مبدئية، يجب أن نعرف مواقع المستفيدين من الخدمات
لغرض ترحالهم اليومي. المسافة والبعد التي يقطعوها من أماكنهم الأصلية إلى مراكز المدن مثلا، مواقع المؤسسات الخدمية داخل المدينة، الوقت المستغرق، وهذا لا يكون إلا عبر استمارة السبيان ودراسة ميدانية نزولا إلى أرض الواقع. ويمكنها أن تكون بالتالي: زيارة المؤسسات المستفاد منها، يعني لإعداد استمارة السبيان للحصول على بيانات ما يتعلق بهذه الأربع نقاط. أولا، زيارة المؤسسات المستفاد منها التي تقدم خدمات للسكان لمعرفة مواقع المستفيدين من تلك الخدمات، تعمل قائمة بعدد المراكز العمرانية المنجذبة للمؤسسة، من الأمثلة إدارة البلدية، الماء، الكهرباء، المصارف، المرور، الهاتف، وبعض الوكالات التجارية الأخرى، بالذهاب إلى المؤسسات وطرح الأسئلة عليهم بأن السكان المستفيدين من أي المراكز العمرانية يأتون يوميا. ثانيا، توزيع عدد من استمارة الاستبيان الخاصة بالمستفيدين من الخدمة على المستفيدين فعلا في مواقع المؤسسة الخدمية، وقت تواجدهم لمعرفة أماكن سكنهم وسبب زيارتهم اليومية أو الدورية لهذه المؤسسة وتكرار زيارة لها. ثالثا، الاطلاع على بعض السجلات الحكومية في المؤسسات الخدمية المستفاد منها لمعرفة أماكن سكن المستفيدين من الخدمة وأعدادهم وتكرار زيارتهم. مثلا الكشف على بعض السجلات الخاصة بعدد المراجعين للمستشفى، هناك سجلات خاصة لعدد المراجعين يوميا تبدأ من الساعة 8 صباحا وتنتهي عند الساعة 1 ظهرا. من خلال الاطلاع على هذه السجلات يمكن أن نكشف عن عدد المراجعين يوميا، وبالتالي يمكن أن نعرف أماكن تواجد هؤلاء أو سكنهم. رابعا، استجواب المستفيدين من الخدمة حول الوقت المستغرق للوصول والمسافة التي تم قطعها، وهل هي ضمن المسافة والوقت المريح، وتكرار الزيارة والكشف عن أهمية الحصول على الخدمة دون البحث عن بديل في مدينة أخرى. هنا من خلال وضع يعني أسئلة في استمارة السبيان للمستفيدين للمراجعين اليوميا للمستشفى مثلا، بعد معرفة أماكن تواجدهم سكنهم نعرف منهم بسؤالين: الوقت المستغرق للوصول من أماكن تواجدهم 10 دقائق، 15 دقيقة، نعم. ثانيا، المسافة التي تم قطعها كيلومتر، كيلومترين، 3 كيلومترات أو أكثر. نوع الوسيلة المستخدمة، كان يكون سيارة خاصة أو حافلة أو حافلة كبيرة أو قطار وغيرها. الأسس الاقتصادية، من ضمن أسس تحديد إقليم المدينة هناك جملة من الأسس، أولا الأسس الاقتصادية. تحتل الأسس الاقتصادية أبرز الأسس المتبعة في تحديد الإقليم وفق النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها المدينة من خلال مجموعة الوظائف التي يمكن أن تحدد أهمية المدينة ومركزيتها ودورها في التأثير في الإقليم. وقد اتفق علماء الاقتصاد والتخطيط والجغرافيا على أن المدينة مركز اقتصادي تتركز فيه إنتاج وتسويق السلع والبضائع، والتجارة بلا ريب أهم أوجه العلاقة الوظيفية بين المدينة والإقليم. ولما كان من المستحيل أبدا ماديا واقتصاديا أن تتعامل كل نقطة في الإقليم مع نقطة أخرى وتتصل بها مباشرة بدون وظيفة أو خدمة تقدم، فالدور التجاري للمدينة يجعلها إدارة تكامل للإقليم ويجعله إقليما وظيفيا. ويمكن توضيح بعض الأقاليم الاقتصادية وأبرز الإقليم التجاري، حيث يرتبط الإقليم بالمدينة من خلال تجارة المفرد أو المفرق وتجارة الجملة، إذ يحصل سكان الإقليم على حاجاتهم اليومية التي لا يجدوها في القرية أو في مراكز العمرانية الصغيرة أو في مراكز استيطانهم
في الأقاليم، ولذا تكون هناك رحلة يومية أو دورية نصف أسبوعية أو أسبوعية من أجل الحصول على حاجاتهم الشرعية يوميا. ثانيا الأسس الاجتماعية، هنالك أهمية كبيرة في حياة المدينة تعود لتوافر المؤسسات الخدمية ولحجم الخدمات هنا التي تقدمها هذه المؤسسات ونوعيتها. فكلما تنوعت الخدمات من حيث الكم والكيف أضحت المدينة أكثر جاذبية سواء لسكانها أم لسكان بقية المراكز العمرانية الأخرى، مما يؤدي إلى نموها، وذلك سبب تعلق سكانها بها وقدوم سكان آخرين من خارجها للسكن والعيش فيها من ناحية أخرى. والعكس فيما إذا كانت الخدمات متخلفة تكون المدينة منفردة. لما للخدمات من أهمية اجتماعية في المحافظة على حياة السكان وتطورهم وتحسين مستوى معيشتهم ورفاهيتهم، كون حاجات السكان في ازدياد وتطور دائميا. ينجذب الإقليم نحو المدينة لتوافر خدمات مجتمعية متنوعة لها تأثير كبير فاعل في التمتع بخدمات المدن. أبرز تلك الخدمات تعليمية، كانت تكون معاهد، جامعات، مؤسسات تعليمية راقية، صحية، وجود مستشفيات عامة كبيرة وخاصة، ترويحية، وجود مدن الملاهي أو صالات الترفيه، إلى جانب الخدمات التي تقدمها النوادي الاجتماعية والإرشادية والمراكز الترفيهية الأخرى من خدمات سياحية وشباب ومتاحف ومكتبات ومعارض وصحافة وأمن وعدالة وإسعاف وإطفاء وخدمات دينية أخرى متواجدة متمركزة في مواقع المدن الرئيسية ومركزيتها، لكنها لا تتواجد في الأقاليم الأخرى، وبالتالي ينجذب السكان إلى المراكز المدن للحصول عليها. الأسس الإدارية، تعد الأسس الإدارية من أهم الأسس المتبعة في تحديد حدود الإقليم، إلا أن عملية تحديد هذه الأسس هي من الأسس الصارمة في الجغرافيا، لأن الأسس الإدارية أكثر الأسس ثباتا ووضوحا عنه في الأسس الأخرى التي يمكن اعتمادها كونها ترتبط بقرارات أو تعليمات أو قوانين خاصة بها، تعدها جهات معينة بإصدار قرارات في الدولة بصورة عامة أن تكون هذه مدينة، وأن تكون هذه مناطق محيطة بها إقليم تابع لها، أن تكون تلك مدينة ثابتة ويكون المحيط بها إقليم. فلكل دولة تشريعات خاصة بها في تقسيم مناطقها إداريا. السبب هو لتأكيد التبعية لسكانها وانعكاس ذلك على جوانب متعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تختلف تقسيمات ومسميات الكيان الإداري الداخلي من دولة لأخرى لارتباطها بماذا؟ لارتباطها بسياسات الدولة. ففي ليبيا مثلا نجد التقسيمات الإدارية بلدية، فرع بلدي، مدينة، مؤتمر، حي وقرية. أما في سوريا محافظة، منطقة، ناحية، قرية. في السعودية محافظة، إمارة، مؤسسة خدمات. في العراق محافظة، قضاء، ناحية، قرية أو قصبة. وفي حالة العراق وكما في دول أخرى يمكن أن تتغير أي من هذه التقسيمات المذكورة بقرار إداري تقرره الحاجة بتحويل قرية إلى مركز ناحية، أو تحويل مركز ناحية إلى قضاء، أو تحويل قضاء إلى مركز محافظة بماذا؟ بقرار أو مرسوم جمهوري. يمكن تحديد الإقليم الإداري بوضوح طبقا للتقسيمات الإدارية. هذه التقسيمات الإدارية هي المتبعة أو هي النظام المتبع في الدولة، والتي تحدد تبعا لمرتبة الوحدة الإدارية. وكلما كانت الوحدة الإدارية بمرتبة أكبر كان الإقليم أوسع وأشمل، وكلما كانت الوحدة الإدارية أصغر كانت بمرتبة أصغر، كلما كان الإقليم أصغر وأقل شمولية. فمثلا تضم المحافظة وهي أكبر التقسيمات الإدارية المتبعة في العراق عدد من الأقضية، كان تضم 5 أقضية، ومن المعلوم أن كل قضاء يضم عدد من النواحي، كان يضم 4 نواحي، وكل ناحية تضم مثلا 3 قرى
وبالتالي يكون عدد الوحدات الإدارية التابعة 32 وحدة إدارية. هكذا أسس وسائط النقل، من أسس تحديد إقليم المدينة وسائط النقل. تعد أسس وسائط النقل من أصعب الأسس المتبعة في تحديد الإقليم، إذ يتوقف ذلك على مستوى التحضر الذي دخلته الدولة. إن لكثافة السكان العالية في المدن وتكدسهم جعل من المدينة اليوم عقدة تبدأ منها وتنتهي عندها طرق المواصلات لأغراض متعددة: مرور السكان، نقل البضائع، والحصول على الخدمات. وقد عمد كثير من الباحثين عند دراسة إقليم المدينة ومعرفة مدى العلاقة والارتباط بين المدينة والإقليم إلى اتخاذ وسائط النقل أساس يعطي نتائج دقيقة إلى مدى بعيد، حيث تدرس الرحلات بتصنيفها إلى صنفين: الأول حسب الحالة، سائق السيارة، راكب السيارة، نقل مسافرين عام، راكب قطار، راكب مترو، راكب دراجة. الثاني حسب الغرض، رحلة تسوق، رحلة عمل، رحلة علاج، رحلة علمية، رحلة اجتماعية، رحلة ترويح. وهذا يتم من خلال مراقبة تدفق حركة المرور خلال اليوم الواحد لبيان ساعات الذروة وتحديد أماكن الذروة. يمكن الكشف وتحديد الإقليم بصورة واضحة في المدن الكبيرة كالعواصم والمدن ذات الأهمية الاقتصادية، حيث يعتمد سكان الإقليم على باصات النقل العامة مختلفة الحجم: 7 راكب، 11 راكب، 18 راكب، والتي تم ربطها بمرافق خاصة لتخدم منطقة معينة، والحرص على ماذا؟ على استمرارية تواجدها بصورة مستمرة منتظمة، وما ظاهرة القيام برحلات يومية بين الإقليم وبين مراكز المدن للاشتغال بمؤسساتها ودوائرها إلا دليل على الارتباط الاقتصادي فيما بينهما. يعد مؤشر التطور السريع في تكنولوجيا صناعة السيارات المخصصة للنقل المتعدد كالسرعة والمتان وتعدد الأغراض والراحة والأمان، يزيد على ذلك التطور في صناعة النقل وزيادة مساحاتها ضمن الرفع المعمورة في المدينة وربط الضواحي بها إلا دليل على شيوع ظاهرة رحلة العمل اليومية، بل وتطورها حتى غدت محور اهتمام إدارات المدن كتوفير الجراجات المخصصة بها وزيادة عدد السيارات وتحديد كلفة النقل بما يخدم المستوى الاقتصادي للسكان. من خلال أهمية دراسة الإقليم والأسس المتبعة في تحديدها، وضع المختصون في جغرافية المدن بعض النظريات الخاصة بتحديد الإقليم، منها نظرية نقطة القطع، وهي إحدى التعديلات التي أدخلت على نظرية التفاعل. وتهدف نظرية نقطة القطع إلى إيجاد وسيلة في تحديد النقطة الحد الفاصل بين منطقة النفوذ لمدينتين غير متساويتين في الحجم. بعبارة أخرى، تهدف إلى تحديد النقطة التي تفصل بين السكان الذين يذهبون إلى مدينة ما للحصول على خدمة، وأولئك السكان الذين يقصدون مدينة أخرى لتلقي الخدمة ذاتها أو غيرها من الخدمات. ويمكن استخدام هذه النظرية سواء للسكان والمسافة أو لعدد المحلات وكثافة المرور وغيرها، وتستخدم في قياس حدود إقليم خدمة تجارة المفرد حول المدينة. يمكن تمثيل هذه النظرية بالقانون التالي: بعد النقطة عن المدينة الأصغر، البعد بين المدينتين كان يكون 20 كيلومتر على 1 زائد جذر حجم سكان المدينة الأكبر على حجم سكان المدينة الأصغر. وهناك دراسات أخرى كدراسة شوي الذي توصل إلى أن بيع السلع في منطقة إنتاج ما يتناقص بنسبة مكعب المسافة، كما وتوجد طرائق لتحديد الإقليم مثل
طريقة تحليل العوامل وطريقة الرقم القياسي، ويمكن تطبيق النظرية على المدن التي اتخذت مثال في نظرية التفاعل المكاني مع اعتماد الأقيام ذاتها، إلا أن المطلوب إثباته هو نقطة القطع بين المدينتين أليف وجيم وبين المدينتين باء وجيم متسائلين فيما إذا كانت أقرب أو أبعد من المدن المختارة أو إنها ستكون في منتصف المسافة. نقطة القطع بين المدينتين ألف وجيم 100 على 1 زائد جذر حجم سكان المدينة الأكبر على أصغر الأصغر على حجم سكان المدينة الأكبر 30,000 يساوي 100 على 1 زائد جذر 3 يساوي 100 على 1 زائد 1.37 ويساوي 100 على 1.2 زائد 1 زائد 1.37 يساوي 36.6 كيلومتر، هي مسافة نقطة القطع عن المدينة الصغيرة. نعم، وعند تطبيق ذلك بين المدينتين أليف وباء، وهل هي ضمن مجال تأثير مدينة أليف أو مدينة باء؟ 50 على 1 زائد جذر المدينة الكبرى 30,000 نسمة على المدينة الأصغر هي 20,000 نسمة يساوي 67.2 كيلومتر. وفي النهاية نشكر إصغائكم